بعزم كبير على مواصلة مسار التنمية وإرادة قوية لتعزيز المكاسب المحققة في مختلف المجالات، يدخل السيد رئيس الجمهورية قصر المرادية لمباشرة مهامه لعهدة جديدة، حيث كان في استقباله مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشار الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية. ومن مكتبه باشر السيد الرئيس مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.